بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ده اول فيديو ليا على القناة، معاكم ام ليلى وطيورها. ويا ريت اللي هيشوف القناة ديت يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس ويحط لي لايكات عشان القناة تكبر بيكم. ده انتاج فقاستي، الفقاسة اللي هي اليدوية، والفضل عامة يرجع للمشاهد اللي هي لقناة يومياتي انا وبناتي. دي إنسانة محترمة جدا وإنسانة فاضلة وأختي عزيزة على قلبي، والفضل يرجع ليها في اللي أنا فيه دلوقتي. أنا اتعرفت عليها على قناتها، قناة يوميات أنا وبناتي، وشفت الفقاسة بتاعتها وعجبتني وطلبت منها إن فقاسة، فكتبت لها في تعليق فرحبت بيا ووقفت جنبي ما سابتنيش، واتعاملت معايا لأني أختها وتعرفني من زمان. فيعني عمره ما حد قصدها في حاجه واتاخرت عني. فانا طلبت منها ان انا اعمل فقاسه، فادتني رقم عم ابراهيم، ورحت لعم ابراهيم عمل لي الفقاسه ولقيت انتاجها حلو وكويس. طلبت منه فقاسه تاني عملها لي، ولما طلبت من المشاهد اتقابلنا عند عم ابراهيم وانا بستلم الفقاسه، ما اتاخرتش ورحبت بيا جدا وجت معايا واستلمت الفقاسه. فبسم الله ما شاء الله، يعني هي انتاجها حلو وجميل جدا جدا جدا. وبنصح اي واحده عايزه تعمل اي شغل من بيتها وهي قاعده في بيتها تجيب الفقاسه دي، انها بسم الله ما شاء الله انتاجها كويس بنسبه 85%. فانا جبت الفقاسه واستعملتها واشتغلت منها وربنا راضيني منها، وبطلع منها طيور جميله جدا جميع انواع الطيور، وببيع منها وربنا راضيني منها، وبسيب منها برضو انتاج لبيتي لاكل عيالي، مش ببيع كله برضو. فالحمد لله بسم الله ما شاء الله. يعني الفراخ قدام منكم بتحكي عن نفسها. الفراخ ديت عمر 15 يوم، بلدي فيومي ابيض. دول الثلاث انواع دول من انتاج الفقاسة بتاعتي، فراخ بيضة وبلدي مهجن وفيومي درجة اولى. بسم الله ما شاء الله دول عمرهم 15 يوم. والبني ادم مننا يعني ما بين وخير وبيطلب من ربنا، ربنا بيديله الخير وبيرزقه، والحمد لله على نعم ربنا كلها يعني. وربنا صحيح يعني ربنا بيقف جنب الناس اللي قادره انها تعمل وتشتغل، اللي ناوي يعمل خير ربنا بيقف جنبه وبيساعده ما بيسيبوش. فاحنا ما بننوي الخير ربنا بيدينا على قد نيتنا وعلى قد تعبنا، وربنا يحمي كل شيء لصاحبه ويبارك لكل صاحب مال في ماله. فانا بنصح كل ست بيت عايزه تعمل اي مشروع من بيتها، او بتحب الطيور او غاويه تربيه الطيور وعندها انتاج في بيتها، بدل ما تودي عند اي حد تجيب الفراخه دي ببيتها او الفقاسه بمعنى اصح، هتطلع لها احلى انتاج، هتصرف على بيتها منه، هتوفر لعيالها، هتلبي طلبات بيتها من كافه مكان، مش هتحتاج لاي حاجه تانية. فيعني بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، حاجه جميله جدا وانتاجها حلو جدا. وانا مش لاقي كلام اقوله عن الفراخه ديت، ولا قادره ان انا يعني اوصف لكم الخير اللي بيجي منها. فوالله لو كل واحده عايزه تشتغل وكلها شغل خاص بيها، انا بنصحها بالفقاسه. ومعايا شغل تاني برضو هنا، اهوت هنا بسم الله ما شاء الله، في رومي معانا، رومي اهو مش عارفه امسكه، معايا رومي اهو، دي رومي اهو. الرومي ده انا مهجناه رومي بلدي مع تركي، رومي بلدي مع تركي. وفي برهمة، معاه برهمة برضو، وفي هندي، بس يا رب بس تكون الصورة واضحة لكم. دي برهمة اهوت، ده بلد مهجن، حاجة بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، حاجة جميلة جدا جدا جدا.
وفي معاهم هندي برضو لو حضراتكم شايفينه، هندي اهو، ده الفرخ ده هندي، ده هندي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كل ده انتاج الفقاسة، ما بشتريش اي حاجة البيت من بره، انا ببيع، انا ببيع اللي بيفيض عليا انا ببيعه، لان انا بربي وبكبر برضو ببيع كبير، بس اللي بيفيض عن حاجتي صغير انا ببيعه ما بسيبهوش. في ناس تطلب مني صغير وفي ناس تطلب مني كبير، وكل حاجة متوفرة ان شاء الله لأي حد يحتاج حاجة. معايا برضو هنا كتاكيت بيضة صغيرة، ده العمر 5 ايام، معاهم ساسو برضو 5 ايام، يا ريت تشجعوني، انا اول فيديو ليا، يا ريت تشجعوني، ولو الفيديو عجبكم يا ريت لايكات ومشاهدات وتعليقات بقى، عشان لو الفيديو عجبكم اكمل، ما عجبكوش ابقى اخدها من اولها كده واسكت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.